بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضائلها، معانيها، شواهدها ومشاهدها، مطالبها، بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأما الأدلة على أن الله تعالى قد خصه بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء صلوات الله عليه وعليهم، فاعلم أنه قد جاء في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يثبت قطعا أن الله تعالى قد خص رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والرسل، وهي كثيرة وشهيرة، وإنني أذكر طرفا منها: مقام الإسراء ومقام المعراج الجسماني والروحاني، والمقام المحمود، ومقام الخلافة العظمى، ومقام الوسيلة، ومقامه عن يمين العرش، ومقام الأوليات، والحمد لله رب العالمين.